Elle a été réalisée en 2003. Elle a été mise en exploitation en mai 2008. Elle protège quatre communes, comme nous avons dit, Damouné, Bouchekrif, Souguer et Thierry-Chevelu. Elle dessert. Voilà. Elle a été transférée à l'ONA en date de 2011. Depuis 2011, on est en train d'enregistrer des volumes importants pour l'opération. Mais malheureusement, ces dernières années, vu l'état des équipements, elle a été complètement dégradée. سؤالي طرح حاليا شحال الطاقه اللي تعمل بها المحطه presque moins de 25% et de quelle qualité monsieur le ministre une mauvaise qualité à la sortie اشكركم كثير في التحاليل ولا لا on a cessé de faire des analyses ces derniers temps monsieur le ministre parce que le bassin biologique on a deux problèmes on a le problème des aérateurs dans un bassin on a le problème de génie civil dans un autre bassin où il y a eu soulèvement de la jupe centrale ce qui fait que les deux c'est-à-dire le cœur de la station ne fonctionne pas actuellement je suis trop là où ils sont pas rire le primaire et secondaire ce qui nous donne aussi un abattement de la pollution il peut atteindre 40% maintenant je fais le rendement maximum mais il y a un abattement quand même de la pollution madame nous parlons de l'opération qui était mjemda et refa'a la tajmid bi mablagh qadrou 2.9 milliards dinar hal tara الغلاف المالي هذا راح يرجع المحطة هذه تعمل بطاقتها نظريا وأحسن وفيها تريتمون ترسير شيء مهم جدا المعالجة الثلاثية شيء مهم جدا خاصة أن هذه المحطة نتاع التصفية هي المحطة الوحيدة في ولاية تيارت نتمنى كذلك أن بالنسبة هي تابعة للديوان الوطني التطهير كصاحب مشروع مفوض نتمنى أنكم وضعتوا في الحسبان في دفتر الشروط نمط العمل درتوا لأن هذا مشروع تعطل كثير الآن راح يعرف انطلاقه ان شاء الله ماذا بينا نعرف وين وصلت الاجراءات الاداريه للاعلان على الصفقه actuellement le cahier de charge visé voilà il y a une fiche technique معليش خلي التحكيم le cahier de charge il est visé ou même حطينا le bon commande au niveau de la nef منها هذه ان شاء الله يخرج لابيل الاسبوع هذا يخرج الاعلان على الصفقه on a fait يخرج الاعلان على الصفقه نأكد فقط بالنسبه ان شاء الله كي يصير يجي اجل فتح الظروف ماذا بينا المده نتاع التراتمون تاع لي دوسي ما ناخذوش راحتنا ندرسوا الملفات طبقا للقوانين ونأكد طبقا للقوانين لكن في وقت قياس بعمل بدون توقف حتى ان شاء الله تخرج لنا لونتربريز دو رياليزاسيون ونبداو في العمل وتكون متابعه يوميه حتى ان المشاريع هذه ما تتعداش الاجل نتاعها لانكم تشوفوا فيه المشروع هذا مشروع استراتيجي عنده علاقه بصحه المواطن عنده جانب بيئي جانب صحي لانه نتخلصوا من الامراض المتنقله عن طريق المياه وجانب اقتصادي مهم جدا خاصه مع وجود المحيط الفلاحي نتاع الدحموني خاصه في الظروف الحاليه اللي رانا فيها عن نعيشوا نقص نتاع المورد المائي احنا بالنسبه لنا المياه المعالجه المصفات تعتبر حل استراتيجي وحل ناجع باش نعوضوا النقص هذا حتى ان نروحوا لتوسيع الرقعه الفلاحيه دونك هنا نشوفوا فيها عده اهداف استراتيجيه اقتصاديه بيئيه صحيه نطلب ان شاء الله المشروع هذا يتنجز في اجال محدده وامر اخر وفقا للمواصفات التقنيه العالميه اعول علينا مسيو المينيستر ان شاء الله فيكم مع الوزير اسكو بو افوار اون دات بريفيزيونيل دو لونسمون دونك عندنا هو الاعلان يكون من نهايه الاسبوع قداش درتوا الاجال نتاع درنا شهرين خاطش الدوسي كونسيستون افيك لا كوميسيون نو جاز لا كوميسيون سيكتوريال لا نهضر على المارشي وكذا لا يهضر على المارشي مارشي لا تريبيسيون ريكور كل شيء بعد ليفالياسيون هنا وين نقدروا حنا اون فاكسيليري ومن بعد نجوزوا لو مارشي ومن بعد يبدا هكذاك ا بوبري نقولوا ثلاث شهور بالك نقولوش نقولوا مع بدايه الصيف احنا ما عندكمش ما تفوتوناش واحد جوان ما نفوتوش واحد جوان مدام حتى 60 يوم انا نشوفها ياسر لان كنا نقدر نروحوا ل 45 يوم فقط 45 يوم اللي حب يخدم لازم يستعجل الامور يوجد الامور ما نعطيوش المده العاديه احنا في ظرف غير عادي الناس تبذل مجهودات اللي حب يخدم لانهم هذو دي زونتربريز سبيسياليزي راهم كيما يقولوا متخصصين في المنشات هذه يبذلوا مجهودات اضافيه ويسرعوا يحضروا احنا محتاجين ان المشروع هذا ينطلق في اقرب وقت خوفنا مسيو المينيستر خوفنا من البروبليم تاع لا ستركتور هو اللي كان شويه مقلقنا على هذيك عطينا له خطه عطيتهم شهرين انتم ديروا في وقت قياسي دراسه الملفات وجيبوا لنا المؤسسه المكلفه بالانجاز ان شاء الله راكم درتوا من المفروض طبقا للتعليمات راكم درتوا شروط
اللي ما تقسي حتى إنسان، وفي نفس الوقت تمكننا من اختيار مؤسسة مؤهلة، أقول مؤهلة تقنيا، سواء بالعتاد سواء بالموارد البشرية اللي عندها. هذا هو. لا كوميسيون سيكتوريال اللي فيي سور ساب سي المينيستر. تافي دوني دي ديسكريبسيون. عندنا مشروع اخر في فرندا. معلي واسير كاين ان ديجيم ستاسيون ديكوراسيون في فرندا. اون كور دو رياليزاسيون عليها 75% قطاعية. عند المدير الطري. وي في فرندا دونك عليها 75% دونك عليها اون كور، وكاين ثاني اوبيراسيون واحدة أخرى استفدت منها القطاع في برنامج 2024 هي رياليزاسيون اي ريابيتاسيون دي ستاسيون دو رواج. دونك عندنا دو رياليزاسيون وعندنا ريابيتاسيون تاع 3 سطر. اسرعوا في اتمام، لأنه كاين نقطة حبيت نأكد عليها منذ الصباحة مع السيد الوالي ومع السلطات المحلية، أن قاعدين نتكلم خاصة على الماء الشروب. أكيد الماء الشروب يجي على سلم الأولويات، نأكد مرة أخرى نظرا للصعوبات اللي كاينة في تقديم خدمة عمومية الخاصة بالماء صالح للشرب. لكن هنا نحب نأكد سيد المدير، هذا ما يخولناش أنه باش نترخاو باش نتنساو الجوانب الأخرى المتعلقة بقطاع الري، خاصة جانب التطهير اللي عنده علاقة مباشرة بصحة المواطن، وكذلك حتى الري الفلاحي. الري الفلاحي، لماذا الري الفلاحي؟ ولاية تيارت معروفة بالإمكانيات الفلاحية اللي عندها، يعني تربة خصبة عندها كل المؤهلات، حتى أن النقص ممكن يكون نقص في المياه، عندنا الحلول أن المياه المستعملة المصفات خاصة مع إدراج المعالجة الثلاثية في هذه المحطة أو في المحطات الأخرى في المستقبل إن شاء الله تكون كاينة معالجة ثلاثية، حتى نتمكنوا أن نسقي كل المحاصيل نتاعنا الاستراتيجية، ونمكنوا باش نوسع الرقعة الفلاحية، لأن التربة اللي متواجدة في ولاية تيارت تحتم علينا أن نطوروا القطاع الفلاحي ونطوروا الري الفلاحي. هنا نتكفلوا أكيد بالجانب المياه الصالحة للشرب ذات أولوية أكيد، لكن دون أن ننسى الجوانب الأخرى. نأكد على الأمر هذا.